GG. See you later baby, see you later. Let's go. المركز الأول سيكون ملكا لنا يا شباب. كون مميز كذلك. شش ضربني ذلك الكلب. هذا هو الشخص الذي ضربني. سأقوم بتدميره الآن. لاحظوا معي اللقطة. سينزل. بوم. دمرته. Let's go. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة يس بليس. اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة جي تي اي 5. هذه المرة ان شاء الله سنقوم ببعض من السباقات. لقد استدعيت صراحة العديد والعديد من الاشخاص، لكن مع الاسف الشديد هذا الشخص الوحيد هو الذي قام بقبول الاستدعاء. مع الاسف الشديد بالنسبة للشباب لمن يريد يا اصدقاء اضافتي على السوشيال كلوب، فانا اقوم باللعب على الحاسوب. اذا عندك يا صديقي جي تي اي 5 على الحاسوب فقم باضافتي، لانني في بعض الاحيان اقوم بالدخول لجي تي اي اونلاين، وصراحه الاصدقاء الموجودون عندي فانني في بعض الاحيان لا اجدهم متصلين، لذلك فانني لا استطيع اللعب معهم دائما. لذلك يا صديقي اذا كنت تريد مثلا في بعض الاحيان لعب جي تي اي اونلاين معي، ما عليك فعله، فقط هو اضافتي. ها هو اسمي ساقوم باظهاره الان، ياسين تير ال. يا شباب قوموا فقط باضافتي، وبهذا ان شاء الله سنستمتع عندما سادخل لكي العب جي تي اي اونلاين. بالنسبه لي انا فانا لا العب جي تي اي اونلاين كثيرا، لكن اذا كنتم تريدون اللعب معي فقط اضيفوني يا اصدقاء، ساقوم باضافتكم ان شاء الله، لان عندي تقريبا 25 اضافه. الان يجب علينا صراحه التركيز في هذا السباق. صراحه هذا السباق مميز جدا. لماذا؟ لانه بالدراجات، وانا اعشق سياقه الدراجات في لعبه جي تي اي 5. يا واو واو واو، جيد الحمد لله. سأسبق هذا الشخص. كم مستوى؟ واو، مستواه 768. هو محترف كثير، لكن إن شاء الله سأسبقه. تعال تعال أليكس، أعتقد هو من روسيا، لأنني عندما استدعيته كان داخل مع أحد الجروبات الروسية، لذلك فأنا أعتقد بأنه روسي. جيد جيد يا شباب، قليل من التركيز. كذلك يا أصدقاء إذا كانت تعجبكم هذه السباقات فلا تنسوا قوموا بدعمنا بالضغط على زر اللايك، لأنني إن شاء الله أكيد سأقوم بلعب مزيد ومزيد من السباقات، لأن الشيء المميز صراحة في جي تي اي أونلاين والذي يعجبني كثيرا هو هذه السباقات. هناك بعض من السباقات الرهيبة التي لا يمكن أصلا إنهاؤها في لعبة جي تي اي 5. قليل وقليل من الأشخاص هم فقط من قاموا بإنهائها. وإذا كانت عندكم سباقات مميزة فقولوا لي في الردود إن شاء الله، وسأقوم بلعبها معكم. جيد جيد جيد. See you later baby, see you later. Let's go. الحمد لله المركز الأول لحد الآن، رغم أن عدد الناس قلائل جدا في هذه اللوبي. أنا ألعب فقط مع شخص واحد، لكن لا يهم الأمر. حسنا ممتاز ممتاز. هيا انزل انزل. سبيد بوست، جيد، حصلت على سبيد بوست. الآن سأنزل. من الجيد يا شباب الوقوف في تلك المنطقة، لأنكم ستحصلون على سبيد بوست وسيساعدكم قليلا. جيد، واو، الفينيش لاين، وصلنا بسرعة البرق. الدورة الثانية، جيد الحمد لله. رجعت لكم بسباق ثاني يا شباب. هذا السباق إن شاء الله سيكون مميز. لا أعلم صراحة كم من دورة، لأنني لست أنا من قام بإنشاء السباق، لقد قمت فقط بدعوة نفسي للسباق وقبلني الشباب. أعتقد يا شباب بأن هذا السباق سيكون مميز جدا. بوم، ليتس جو بويز. هيا هيا هيا، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. المركز الأول سيكون ملكا لنا يا شباب. أسرع. جيد جيد جيد. تشيك بوينت. لا، مشكل مشكل، أخطأنا. كيف سنعود كيف سنعود؟ علي الضغط على إف. مشكل يا شباب، دراجتي فهي سريعة كثيرا، لذلك لقد طرت في السماء. هذه هي أول مرة أقوم بلعب هذا السباق، علي الحذر كثيرا. جيد جيد. دور 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 دور. واو، هذا السباق يا شباب فيه العديد والعديد من الخدع. وصلت للمركز الثالث بسرعة. جيد، أسرع الآن، لكنه مميز صراحة. بالنسبة لي أفضل السباقات التي تعجبني أنا فهي سباقة الدراجات، وأحب دراجة الباتشي لأنها مميزة، لم تخذلني ولا مرة يا شباب. حسنا هيا، جيد جيد. مركز الثاني الحمد لله. سيارات الباتشي لم تخذلني ولا مرة يا أصدقاء، لذلك أعشقها كثيرا. هيا هيا، قم بالمرمى. جميل. المهم هذا السباق يجب علينا عمله بذكاء وليس بسرعة، لذلك علينا السياقة بذكاء. أحسنت أحسنت. هي الواي بوينت. جيد جيد جيد. المركز الأول الحمد لله. أسرع، علي مراوغة يا شباب هذه الأشياء. جميل جدا، ليتس جو. رأيت الاحترافية في عمل السباقات. ليتس جو ليتس جو. لا 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 لا، سأموت. جيد الحمد لله. واو،
هذا السباق لا يحتاج للسرعة، يحتاج فقط للتركيز. وكذلك يا شباب لا تنسوا قوموا بدعمنا بالضغط على زر اللايك، لأن صراحة الضغط على زر اللايك فإنه يدعم كثيرا. وساعدوني يا شباب إذا كنتم تستطيعون، قوموا بنشر الفيديوهات كذلك مع أصدقائكم. وشكرا لكم على الدعم الرأي في الفيديوهات السابقة، صراحة دعمكم مميز جدا. وكذلك إذا كانت هذه الفيديوهات الخاصة بالسباقات تعجبكم فلا تنسوا قولوها لي في الردود لكي أقوم بعمل مزيد ومزيد من هذا النوع من الفيديوهات. حسنا جيد جيد، لا يوجد أي أحد ورائي، بيني وبينهم 7 ثواني، لا هم موجودون ورائي مباشرة علي الحظر. لا يجب علي القيام بالأخطاء. أحسنت. دور دور دور، أحسنت، ممتاز، يا سلام عليك، القفزة الرائعة الآن، هيا بنا يا أصدقاء، يا سلام، ممتاز، وقفت، هناك شخص ورائي، لا يوجد أي، آه ها هو جاي جاي جاي، لقد رأيته من بعيد، لقد رأيتك من بعيد يا حبيبي، جاي جاي، ممتاز، وصلت للويبو، جاي جاي، وصلنا، كم من دورة عندنا، 1 فقط، لا 2، الأمر مميز جدا، هيا. ممتاز ممتاز، اعتقد بانني حفظت الطريق، الان سيكون الامر اسهل بكثير. حسنا اضغط على F بسرعه بسرعه بسرعه، جيد، لماذا؟ لان في تلك المنطقه اغلب الاشخاص فانهم، واو هذا الشخص لم يخطأ، انا الان في المركز الثاني، واو هذا الشخص فانه ذكي كثيرا، لكن لا تقلقوا يا اصدقاء ساصل له بسهوله. نعم سيخطأ الان، لم يخطأ، عجيب امره، لكن لا تقلقوا ساصل له يا اصدقاء، شاء أم أبا سأصل له. حسناً ممتاز جيد، قليل من التركيز فقط، واو ذلك الشخص يطير مع الطيور. ووووو لا قد أخطأت، أخطأت، ضيعت ثواني كثيرة في ذلك الخطأ. حسناً قليل من التركيز، ان شاء الله ساصل له، هنا ساصل له، نعم هنا ساصل له يا شباب، جيد اسرع اسرع، ممتاز المركز الاول، لقد اخطا قلتها لكم يا شباب، اسرع الان، يجب علي الاسراع بطريقه رهيبه جدا. دور 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 دور، جيد جيد جيد، المركز الاول حليف لنا يا شباب، احسنت العمل، ايوا قفز فوق القطار، جميل جدا، ليتس جو، واو لقد جاء وصلني، اقفز فوق القطار مرة أخرى، لا قد ضربت في مخفضات السرعة، أحسنت، واو أعتقد بأن تلك الدراجة الخاصة بي فهي أسرع بكثير من الباتي، لأن شركة روكستار جيمز لقد أضافتها في آخر تحديث، لكنني لم أكن أعلم بأنها سريعة بهذه الطريقة. يا جاي جاي، أحسنت أحسنت، ليتس جو ليتس جو، جيد جيد جيد، أسرع أسرع أسرع، لا 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 نزلت، أوه مع الأسف سابقاني بسبب خطأ بسيط جدا، فقدت السيطرة على دراجتي، وبهذا مبروك علي المركز الأول، لن أستطيع اللحاق به الآن. نعم لقد دخل المركز الأول، مع الأسف شديد خطأ واحد بسيط كلفني يا شباب السباق، المركز الثاني، واو كنت صراحة أريد المركز الأول لكن لا يوجد أي مشكلة. عدت لكم يا شباب بآخر سباق لهذا الفيديو، أتمنى أن السباقات التي اخترتها لكم لهذا الفيديو أعجبتكم، إذا أعجبتكم فلا تنسوا قوموا بدعمنا بالضغط على زر لايك، وهيا لكي نبدأ الآن، 3 2 1 جو ليتس جو بويز ليتس جو. اخترت كالعادة السيارة التي أعشقها وهي الزين تورنو، الآن حان وقت الطيران يا أحباب، ليتس جو بويز، هذا السباق صراحة من الممكن أن يكون مميز كذلك. شش شش، ضربني ذلك الكلب، أين هو؟ آه هو موجود ورائي. مع الأسف شديد المركز الخامس، لكن لا يوجد أي مشكل. شو هذا السباق مميز، هو موجود فوق الميز بانك، أعلى بناية في GTA 5. حسنا لا يهم الأمر، لكي ننطلق، قليل من التركيز فقط، وإن شاء الله ستكون الأمور مميزة جدا. المركز الرابع، جيد جيد، أسرع أسرع أسرع، هيا 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 هيا، جيد، واو هذا السباق رهيب جدا، رأيتم يا شباب الأحوال، الأحوال الجوية، الأحوال الجوية فإنها عجيبة، إيه إيه لماذا ضربتني؟ لقد ضربني يا شباب، المركز الخامس الآن، مشكل،
ودخلنا مرة أخرى وسط هذا اللولب العجيب. لولب العجيب لونه أحمر وأزرق. ليتس جو. جاي المركز الرابع يا أنا قادم. واو شو 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 سباق مميز صراحة. أعجبني كثيرا. يا 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 جاي. ليتس جو ليتس جو. أقترب من الوصول للشخص الموجود أمامنا. هيا. تعال تعال تعالوا. تعالوا. جاي. القفزة الأولى. البوست. ليتس جو. بوست الأول ممتاز. بوست الثاني جيد. هذا هو الشخص الذي ضربني. سأقوم بتدميره الآن. لاحظوا معي اللقطة لاحظوا معي اللقطة لاحظوا معي اللقطة. سينزل بوم. دمرته. ليتس جو. لأنه ضربني يا شباب عندما بدأنا السباق. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم يا أحباب. ضربني سأضربه وسأدمره. المركز الثالث الآن. صاحب المركز الأول لقد هرب علينا كثيرا لكننا سنلحق به اكيد. جين قفزه مميزه ممتاز. انزل كون رجلين يا فيكتور والمسني وسوف اريك. جين احسنت. ليتس جو بويز ليتس جو بويز. كنت اريد قول ليتس جو بيبي لكن انا قمت بتغييرها لليتس جو بويز. جين جين هيا 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 ممتاز ممتاز. لقد وصلنا اقتربنا الان من الدخول للولب الموجود في بناية الاف اي بي جي. احسننا احسننا احسننا. اسرع اسرع اسرع. ممتاز ممتاز. 7 ثواني بيني وبين الشخص الاول. علينا اللحاق به. واو هل تعلمون من هو ذلك الشخص الاول؟ الشخص الاول هو الذي فاز علينا في السباق السابق. لذلك يجب علينا الانتقام منه الان. احسنت احسنت. ماذا يجب علينا فعل الان؟ واو هل رأيتم يا شباب؟ قفزة هائلة جدا. قفزة عالمية في جي تي فايف. أول مرة أقوم بعمل قفزة رهيبة مثل هذه في تاريخ جي تي فايف. أحسن العمل الشخص الأول صراحة فإنه محترف كثيرا لا يجب علينا الاستهانة به. هذه هي الدورة الثانية. الشخص الأول لا يقوم بالأخطاء يا أصدقاء. هو شخص محترف كثيرا. كان بيني وبينه 7 ثواني الآن أصبحت بيني وبينه 9 ثواني. مشكل. أحسن الآن القفزة المميزة. هيا 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 هي. لقد طار في السماء. أين هو؟ بيني وبينه 9 ثواني. مشكلة يا أصدقاء. لا زالت الثواني طويلة جدا بيني وبين صاحب المركز الأول. أعتقد بأن ذلك الشخص فإنه محترف كثيرا في السباقات. صعدنا مرة أخرى فوق بناية الـ FIB. Let's go let's go. دخلنا وسط اللولب. حسنا. بيني وبين الشخص الأول 14 ثانية يا أصدقاء. لقد هرب علينا. المهم المركز الأول لا يجب علينا أن نحلم به. يجب علينا الآن أن نحلم فقط بالمركز الثاني. واو لكن كاد ذلك الشخص أن يصل إلي. كدت أن أدخل في المركز الثالث لأنني قمت بالعديد والعديد من الأخطاء لكن الحمد لله المركز الثاني يا شباب. وبهذا سأقوم بتوديعكم وسأقول لكم شكرا لكم على الدعم الرهيب. إذا عجبكم الفيديو الخاص باليوم وحلقة اليوم فلا تنسوا قوم بدعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا الفيديو مع أصدقائكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.